صدر عن صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك. جاء فيه إنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له، والتي تصادف أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة الموافق للعشرين والحادي والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر أغسطس 2018.